رجعت تنتقم منا؟ لشو عملنا نحنا؟ اطلع وراك بس يا رب. بودي بودي بودي، اخيرا اخواتي بعد تقريبا قطعت يعني تقريبا شي شهرين رجعت لكم بقوه كبيره. كل العالم بتقول لي يا بودي ليش قطعت، ليش ما عم بتنزل اي شيء؟ اخواتي مثل ما انتم كنتوا بتعرفوا انه فتره من الفترات انه كانت ما شخط فيتني يعني، وعشان هيك ما نزلت. وصراحه يعني انه صار معي اشياء بوقتها ما خلتني انه ارجع انزل، وقلت لكم ليش السبب انا بوقتها، قلت لكم والله ناسي. المهم ما انا كنت خط فيتني ما شاء صارت معي اشياء غريبه بتني شوي نفسيا ما خلتني انشر هيك لبعدين. بدي انزلكم هيك مقاطع صغيرة إذا أنتوا عارفين يعني، هيك إنه ما تنسوني مش أكتر. المهم خلاص شبتكم بهالحكي اللي بايخ، المهم أنا رجعت لكم قوي هالمرة، فيديوهات إن شاء الله مستمرة وإن شاء الله ما رح أقطعكم. خلينا أطفي التلفزيون أول شيء لأنه شوي أعمل قلق. لحظة أطفي التلفزيون. المهم ها زي ما أنتوا شايفين أنا طفيت التلفزيون وصار الجو كتير كتير قلق. إيه صحيح كل التعليقات عم بيقولوا لي والله اشتقنا لك يا بودي. المهم زي ما انتم عم تقولوا لي انه انتم اشتقتوا لي كمان انا اشتقت لكم، وعشان هيك رجعت لكم بقوه. اجروا شيء اسمه لايك، اشتراك، اكسبلور، اي شيء، خلينا نطلع نرجع من اول وجديد. اوكي الناس عم بتقول لي بالتعليقات بودي ارجع لنا بقوه، شو رايك تتصل على توم؟ يعني تقريبا عم شوف كتير كتير تعليقات بودي ارجع اتصل على توم، بودي ارجع اتصل على توم. اخواتي انا ابدا ما برفض لكم طلب وانتم كتير غاليين علي، هلا رح اجرب اتصل على توم من اول وجديد. لكن الصراحه انا يعني من زمان ما سامع صوته وما عم بيجيلي وما يعني ما في اخبار عنه، شفتوا كيف علي؟ ما بعرف هلا بدي اتصل له واحاول زي من اول مره اتصلت ارجع ادق له، بس ما بعرف خايف شوي معقول يرجع ياذيني او شيء ما بعرف، ما بيأثر خلص رح اتصل عشانكو. ما احنا بنعرف اخواتي انه لما احنا بنيجي نتصل على توم من اول وجديد لازم نعيط له توم بليز اطلع، توم بليز اطلع لحتى يطلع، عرفتوا كيف علي؟ فاحنا بدنا نحاول مره مرتين وثلاثه ان شاء الله بيطلع. اوكي يلا خلينا نبلش. هيا اخواتي زي ما انتم شايفين اياه توم موجود هون. توم اطلع. ايه توم بليز اطلع. توم توم نقزني على فكره، نقزني الصراحه. اسكت ولا توم بليز اطلع. توم بليز اطلع. مش قبلت توم يا توم بليز اطلع. توم يا توم بليز اطلع. اها شو بدنا نعمل هلا؟ شو بدنا نعمل لحتى يرجع يطلع؟ متذكرين انا شو قلت اخر المره هذيك المره لحتى يرجع طلع؟ انا ناسي. خلاص اسكت بس احكي ولا كلمه. خايف يعصب علي. توم يا توم بليز اطلع. مش عارف شو بدي اعمل. توم اخر مره بنادي لك ها؟ اطلع عشان المتابعين بدهم اياك، اطلع يا توم. بعرف شو بدي اعمل. توم اخر مره بنادي لك ها؟ اطلع عشان المتابعين بدهم اياك، اطلع يا توم. شكله ما رح يطلع. رح اجرب اخر شغله، رح اجرب اخر شغله، اوكي؟ يلا. يا اخوان انا لازم اقول توم ثلاث مرات ورا بعض اطلع لحتى يقدر يطلع، اوكي؟ انا هيك بتذكر يعني هيك قلت. خلينا نجرب ليش لا؟ بنجرب. توم اطلع، توم اطلع، توم اطلع. اوه توم لك من زمان. توم توم لك عن جد هذا توم عم يحكيني؟ كيف هيك؟ اخيرا انت حررتني من المكان. انا حررتك؟ اي مكان؟ ليش وين كان محبوس؟ انا حررته من المكان. اي مكان؟ اي مكان يا اخوان؟ متابعينك خدعوك وخلوك تتصل علي. متابعيني خدعوني عشان متابعيني. اوكي هن قالوا لي انه اتصل عليك بس ما ليه ان شاء الله انا خلوك انه اتصل عشان تخدعوني. بودي انا رجعت لانتقم منك ومن ايمن كيوبر وموها كمان. رجعت تنتقم منا؟ لشو عملنا نحن؟ مش نحن حليناها مش بتذكر اخواتي ان احنا حليناها وكل شيء؟ كيف هيك؟ ما بعرف انه انا هيك بظن انه حليناها وبطل في مشاكل، ليش تنتقم مني ومن ايمن ومن موها؟ موها حرام والله. وراح اتعاون مع ماشا والدب الشرير لحتى انتقم منك. ماشا شو دخلها ماشا؟ اسمع 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 انت، انا بتهددش، انا ما بتهددش، بخلي متابعين يحطوا لايكات وينشروا المقطع بكل مكان عشان انت تضعف. ماشي؟
لا بودي أرجوك، اللايكات تضعفني جدا. أصلا أنا بدي إياك تضعف، أنا بدي إياك تضعف، مش فرقاني معي، بدي إياك تضعف يعني بدي إياك تضعف. بودي اطلع وراك. وراي؟ يا إخوان لك شو هذا اللي تكسر الإزاز عندي هون؟ شوفوا تعالوا شوفوا، ما بعرف إذا أنتوا شايفين أو لا،